وما تخافيش، انا واخواتك راهم بيتين هنا، سمعتي؟ وغدوه ان شاء الله راني نروح نجيب الفطور ولي انا وبابك. وكان ذاك الوقت يقولوا عيب المرأة تخدم فنانة. نقول لكم تحية الجزائر، يحيا وطني ويحيا شعبي ويحيا ولا جينا سيدي هنا، وإن شاء الله الحمد لله في البلاد وما ننساش البلاد.